طعم مستشفى ان شاء الله. ايه نوع الاصابات يا استاذ خالد؟ كدمات بس الحمد لله. يعني هم ثلاث ساعات هيخرجوا؟ ان شاء الله. يعني ممكن نشوف النهارده بشرى ومكاوي وعريف فردس؟ لا طبعا يعني طبعا لازم يتعافوا الاول ويقدروا يتحركوا. طبعا في كدمات وفي وجع طبعا بعد الاصابات يعني. هم كانوا بعد الحادثه فايقين وكل كويس؟ اه كويسين الحمد لله وخلاص طمنا عليهم.